ببداية بعيدكم وبقلكم ينعاد عليكم يا رب، وإن شاء الله بداية عام جديد على الجميع. مولود برج الجدي عزيزي، مولود برج الجدي 2020 بتفتح أمامك باب الاستثمارات والأعمال التجارية وترقي وكمان نجاح باستثمار، وإذا كنت عم تتعاطى العمل بالشأن العام فالأجواء تبدو إيجابية، وممكن تحتاج ببداية العام لمراقبة خطواتك جيدا رغم أنك تبدو ضائع ببداية العام بشكل ببداية السنة. مولود برج الجدي كان بيشتغل بقطاع عام أو حتى بأي قطاع تاني يبدو أنه مشوش وضايع ببداية السنة ومحتار بأمره ومترقب للأحداث والتغييرات يلي عم بتصير داخل الموقع يلي هو عايش فيه أو حتى بينتمي لإله من على الصعيد المهني. وأما عاطفيا قد تعيش أجواء لا تخلو من الفبركات المحيطة فيك، يعني كأنه اتهامات تطالك من طرف الشريك، كأنه حيرمي أخطاءه عليك، كأنه شوي حيزعجك ببعض التصرفات، ولكن الفرص تبدو واعدة بالحب وكمان إن كان لحب جديد أو حتى لتجديد مصيرك وعلاقتك مع الشريك، ورح تنجح في تكذيب الشائعات والافتراءات الكلامية يلي لحقتك بالسابق. عائليا ممكن تشكي من تقصير وقلة اهتمام عائلي، بالإضافة كمان إلى أنه عم نشوف الـ 2020 بتفتح أمامك بقرارات بتتعلق بالسفر وكمان خدمات بتتعلق بموضوع السفر.